تواصل قاعة العرض ساتشي بالعاصمة البريطانية لندن احتضان معرض أعمال الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، حيث تم تمديد المعرض لمدة شهر كامل. هذا وتستضيف القاعة عددا من الأعمال الفنية المستوحاة من التراث العربي الأصيل الذي استطاع الشيخ راشد بن خليفة تجسيد أفكاره وإبداعاته فيها من خلال لوحات ومجسمات مستوحاة من الثقافة العربية البحرينية العريقة. أقامت قاعة ساتشي للفنون بالعاصمة البريطانية لندن معرضا لأعمال الفنان البحريني الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، والذي يعتبر أحد أهم رواد الحركة الفنية المعاصرة في مملكة البحرين، وذلك في واحدة من أهم صالات العرض الفنية في لندن وأكثرها اهتماما بالحركة الفنية الدولية. الواقع المعرض مستلهم من يعني موضوع المشربية، والمشربية كما يعني نعرف جميعا بأنها تستخدم في المنازل ولحماية المنازل من الشمس، وكذلك خصوصية المنزل بحد ذاته، فمستخدم في مادة الألمنيوم في بعض الأعمال ومستخدم في الألوان. وكون المعرض يعرض في مدينة لندن، حرصت أن تكون الأعمال يعني مخرجة بطريقة حديثة وتلائم الوضع الفني الموجود في مدينة لندن. المشرفة على قاعة ساتشي تاتيانا بالينكاسيف ألقت كلمة تحدثت فيها عن إبداعات الفنان وخصوصيات وتفاصيل أعماله، حيث أشادت بنقل الفنان البحريني بعضا من ثقافة الشرق الأوسط إلى لندن من خلال الأعمال المجسمة التي برع في تقديمها في عدة أشكال فنية مستقاة من مضمون واحد متمثل في فكرة المشربية. بعد أسابيع من العرض يمكننا القول الآن أن معرض الشيخ راشد بن خليفة الخليفة قد فاق كل التوقعات بالنسبة للحضور وللطلب المتزايد على أعماله هنا في لندن. اشتمل المعرض على قسمين، فعند الدخول إلى أول مساحة عرض يصادف الجمهور أعمالا حائطية مزخرفة برسومات ملونة توحي بالشعور بالحركة، لوحات تتطلب الحركة والنظر من زوايا مختلفة لصبر أغوار جزئياتها المخفية في التفاصيل. في مساحة العرض الثانية يواجه المشاهد متاهة ملونة، وهي بنية شبكية ضخمة تعيد رسم أشكال وتفاصيل هندسية معقدة، وتستكشف العمارة وتخطيط المدن وذكرياتها. وأراد الشيخ راشد بن خليفة أن يكون الشكل الشبكي هو طريقة معاصرة للمشربية، وأن يكون تفاعليا حيث يسمح للزوار بلمسه والوقوف داخله. وقد عبر المشرفون على ساتشي عن بالغ سعادتهم بعد أن تم تمديد المعرض لمدة شهر إضافي بطلب من رواد المعرض والمتابعين، والاستقطاب المزيد من الزوار والفنانين والمهتمين بالحركة الثقافية. في الحقيقة احنا فخورين بإقامة هذا المعرض هنا في لندن. لا شك ان الشيخ راشد له باع طويل في الفن في مملكة البحرين، واليوم فرصة للجمهور وعشاق الفن في بريطانيا ان يستمتعوا بالذوق والفن البحريني. لا شك ان الشيخ راشد خذ ثيم جديد ويعرض لأول مرة في لندن المودرن ارت والفن الحديث، ولا شك انه هو مستوحى من تاريخنا ومن المشربية والبيت العربي، وتحول هذا الفن الى فن حديث اعجب به الكثير هنا، الى درجة ان المنظمين وفي ساتشي جاليري يطلبوا من الشيخ راشد تمديد لمدة شهر. رقي وتناسق بين الزخارف والتصاميم ميز المعرض الفني الذي جال بالحضور بين ثنايا شبكية تغزل بين أشكال ونغمات لبيئة حضارية وتقليدية مميزة. لتلفزيون مملكة البحرين، حلمي بن سعيد، لندن.